تتوالى الأحداث الإرهابية على البلاد لكنها تبقى بعيدة التأثير على سوق المال، فمنذ هذا الحادث الغاشم توقع المحللون حدوث انخفاض كبير في البورصة المصرية، إلا أنه في هذه المرة أتت الرياح بما تشتهي السفن ولم تتأثر السوق سوى بانخفاضات طفيفة بعكس المتوقع. في الأسبوعين السابقين البورصات انخفضت، البورصة انخفضت في مصر نتيجة انخفاض البورصات في العالم. كان صدر تقرير عن صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الألماني ربما تعرض لمشاكل، ده أثر بالسلب على اقتصاديات في أوروبا وأمريكا، أثر بالسلب علينا. إحنا في اليوم ده اللي صدر التقرير نزلنا 4%، السعودية نزل 6.5%، دبي نزل 6.5%. فتأثير الحوادث الإرهابية موجود لكن بتأثيره أقل من تأثير الأحداث المالية العالمية. حتى المتعاملين في البورصة المصرية لم تؤثر عليهم الأحداث سلبا أو إيجابا، فقط التركيز في عمليات التداول يبقى أولويتهم الأولى. طالما الاقتصاد كويس ما الأحداث ما بتأثرش، بورصات العالم نازلة كلها برضه، دي دورة بتاخدها البورصة كل كذا سنة وبعدين بتتعدل بعد كده تاني، إنما الأحداث ما لهاش دعوة، أحداث فردية ما لهاش أي تأثير. ولليوم الثاني على التوالي منذ بداية الأسبوع تواصل البورصة المصرية خسائرها بنحو 4 مليارات جنيه، إذ انخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.44%، وهي خسارة أقل من المتوقع في مثل هذه الأحداث كما يراها المحللون. في مصر يغتال الإرهاب الأسود أرواح العديد من الأبرياء، لكنه يطرق في قلوب المصريين صلابة وإصرارا على ألا تتأثر مسيرتهم الاقتصادية والتنموية بهذه الأعمال الدنيئة. سمر يحيى.